نسيت حتى الفيديو بتاع الفيديو بتاعي بيه بيه حكم ونصوص نعملوه مع بعضنا اول اميجوس اوكي ده اوكي اول اميجوس انا ويام اليوم رجعت لكم فيديو جديد ومعي صديقتي فاطمة ورح نسوي سوا تحدي النشيد الوطني تبع الدول العربية. راح تكون هذا جزء من فيديوهات تبعي موجودة في القناة فقط بمناسبة شهر رمضان، وبهي المناسبة بقولكم رمضان مبارك علينا وعليكم وأبشركم مبروكة. راح يكون في الأسبوع تحديين موجودين في القناة أنا وفاطمة، تحدي راح يكون بخصوص الدول العربية وتحدي راح يكون عن أشياء ثانية زي تحدي الضحك وأشياء زي هيك. وهلا يلا نبلش بالفيديو. مين اللي راح يبلش فينا الأول؟ أنت. أنا علش أنا هنشوش أنت تغزرش ما تطلعي على الموبايل الأردن أو ماشي ثلاثة احتمالات صفر 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 هلا أنت على فكرة هذا النشيد الوطني للعراق العراق يا العراق أنا قريب كان قلت الأردن بعد العراق كل مرة معناها تقرب شوية ألف وسويل ألف وسويل لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها الأردن يلا خلاص مرة ثانية أكثر دولة ما بعرف عنها ولا شيء ولا شيء هي موريتانيا أكثر دولة عربية ما بعرف عنها ولا شيء أنا كنت قريبة المغرب بيشبه ولا بعض على الأول أنا حسيت أنا حتى في النشيد الوطني التونسي أنا في البداية يعني تبع المغرب العربي يلا دولة إلك سوريا والله عجبني النشيد من سوريا مثل فرصتين سوريا لا مو سوريا مين دمشق عن جد ما بعرف ولا شيء انا يعني لو شوي من الانترنت ما كنت بعرف ولا شيء اي احنا متفقين اكثر على اليوروب افغانستان افغانستان دولة عربية رغم النشيد الوطني بتاع الدول العربية لا انت محشش قوي السعودية نو اليمن اليمن تحية لأهل اليمن الى حد الان صفر لها صفر لالي بنواصل مع ثلاث دول عربية تانية يلا بنشوف رح نحاول هيك النوع كل مرة ناخذ من المغرب العربي من الخليج والمشرق الأرض
المغرب. واحد صفر صفر. Yes baby, that's it. تحية لكل الدول العربية بدون يعني استثناء عشان ما يقولوا ليش ما ذكرت لنا دولتنا, ليش ما قلت تحية لدولتنا. اوكي يلا, هاي الدولة انا كتير 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 بحبها وبتمنى زيارتها. هاني سهلت لك, قلت لك دولة عربية نحبها معناها. يلا الجزائر. لا الجزائر ذيك نعرفين نحبها على الاخر, مش الجزائر. الإمارات. أكيد دولة خليجية. ما أكيد. هاي شكون؟ اليمن ذكرتها. اليمن مش دولة خليجية. اليمن مش دولة خليجية يا فاطمة. السعودية؟ لا مثلك احتمال فقط. لا أكحو. سرتي. قطر. قطر 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 اكثر الدول الخليجية اللي انا عن جد كثير بحب ازورها. ما شفتش لبنان. شو هالحظ. اي ثقافتي العربية طلعت اقوى من ثقافتها. يو 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 يو. 2-0 صفر صفر. صحيح انه ما حكينا عن كل الدول العربية او ما سمعنا كل نشيد الدول العربية, بس في الفيديوهات القادمة راح تكون شي زي هيك, يعني لانه في فيديوهات تحديات ثانية راح تكون عن الدول العربية. ترقبوها الاسبوع الجاي بنفس اليوم. انا وفاطمة. خلاص جايز, خلص الفيديو تبعنا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وترفعوا الجرس تبع VM. تبع VM عجبتني. لا تنسوا جايز تسووا هذا الفيديو بيج لايك عشان تظهر معي فاطمة في فيديوهات تانية. انا ويقام. ديروا بالكم مع حالكم مع احلامكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. بيس بسلامة. باي. اينا تو؟ اينا؟ اينا. انت. نعمتي. سبسكرايب. يس. دي شور. قولها انتي. أيها الشعب الكريم, لا حدود بعد اليوم. إن هذه الحدود هي من صنع الاستعمار. هم صنعوا الحدود ونحن نصنع لا حدود.